حبايبي مساكم الله بالخير. طبعا احنا معاكم مستمرين ان شاء الله من تراث لتراث ومن ذكريات لذكريات، ومهما قلنا ونتمنى ان تراثنا ان شاء الله ما يندثر. راح نتواصل معاكم ان شاء الله ونسولف معاكم عن التراث القطري، سواء كان من خلال الملابس او حتى من خلال الموجودات اللي كانت ذاك الوقت في البيت القطري، واهم شيء هو الانسان القطري، هو اساس سوالفنا هذه كلها. وعلشان نسولف معاكم اليوم عن بعض الموجودات اللي في البيت القطري والملابس القطرية، سواء كانت القديمة أو مستمرة معانا بعضها في بعض الأيام، شكل العادات والتقاليد اللي هي في رمضان أو حتى في القرقعان، لا بد أن يكون معاي حد من الأخوات تتواجد معاي وتذكر أنا معاها أيامهن والأيام اللي كنا عايشينها ذاك الوقت. اليوم حبايبي معاي اختي يوسف، وان شاء الله راح نتواصل معاكم من خلال الحلقات اللي جايه بخصوص الموروث القطري. مساك الله بالخير اختي يوسف. اهلا وسهلا، حياك الله. يعطيك العافيه يا امي. الله يسلمك. الله يبارك فيك، ولا خلا ولا عدم ان شاء الله، لا منك ولا من اهلنا. والله يرحم ان شاء الله موتانا وعساهم الجنه. الله يسلمك. ام يوسف، طبعا انت تدري ان سوالفنا ان شاء الله مستمره اللي هي عن تراثنا القطري بالذات. فإحنا اليوم الله يسلمك الحلقة هذه، أو يمكن الحلقة اللي عقبها، راح نسولف فيها عن اللي هي بعض الموجودات في البيت القطري. فخلينا نبتدي من الأساس اللي هو الإنسان من الصقر. خلينا نسولف وأسألك عن الياهل أول ما ينولد، ملابسه مثلا. الملابس كانت أول بسيطة، يعني مهم شكلها الحين، كانت نعم. بسيطة، وكانت أكثرها كلها الحريم هم يخيطون على يديهم. حتى كان في الأربعينات والثلاثينات نعم. وكانت في مكاين الخياطة نعم. مكاين الخياطة جت في الخمسينات دشت قطر إيه؟ لكن أول ما شاء الله حتى كانوا يخيطون على يديهم، كانوا يطرزون على يديهم نعم. كانوا نعم. الزري يسوون العبايات والزري، وهذا يعني ما في شيء ما يسوونه، كل الحاجات يدوية، والحريم يسوونها في البيوت عندهم، كل الحريم. انزين الحين الله يحفظك أم يوسف، خلينا نبتدي بالياهل أول ما يولد، أو حتى قبل الولادة، الميمة أو العمة، وطبعا كانوا كلهم في حوش واحد ذاك الوقت، فهم يستبشرون خير بالياهل اللي جايهم. خلينا نقول طريقة اللي الياهل أول ما يبتدي يجي على الدنيا، شنهي ملابسه؟ كانت أول تعرفين البيوت مع بعض، يعني تحصلين بيت ما شاء الله يمكن تحصلين فيه 4-5 عائلات مع بعض نعم. خصوصا إذا كانوا أخوان، يعني تحصلين الأخوان ونسوانهم هاي كلها نعم. والأم والأبو كلها في بيت واحد، يعني ما شاء الله أسرة، بس أسرة متكاملة، أسرة كبيرة ممتدة نعم. أسرة ممتدة من تحمل الوحدة وقربت يعني على الولادة، يعني في نعم. الشهر السابع بدأوا يجهزون لها إيه؟ يا أمها أو يدتها أو خالتها، وخصوصا إذا كانت توها يعني بكر إيه؟ حصلين نعم. هم يساعدونها ويعلمونها ويقولون لها، يروحون يجيبون الخلق لها، والخلق عادة حق الطفل الصغير الململ لأن الململ خفيف وناعم إيه؟ يجيبون الخلق الململ ويسوون منه ملابس اللي هي ثياب العافية، كان الطفل يسوون له ثياب العافية إيه؟ ويسوون منه المهادات ويسوون منه للحاف حق المنز، حق المنز الخضار نعم. أول يقول نعم. عنه خضار، ويسوون منه المهاد، ويسوون منه المقاط، كل ذي من الململ يسوون، كل هذه من الململ إيه. يعني ما كان في أنواع ثانية مثلاً من القماش؟ لا، كان في قماش وايد، كان في القطن، كان في الصوف، كان في الحرير، كان في كل شيء في وقته يعني. الململ نعم. كان في لكن هذه عشان ناعم
نوع قماش الململ ناعم يعني حق الطفل وبارد حق الطفل. إنزين أم يوسف اللي هو نقول ثوب العافية عندك هني ممكن تورينا الجماعة؟ ثوب العافية يسوونه لأن يقصونه قصة واحدة يعني ما مو باليد بروحها وهذا بروحها لا يجيبون القطعة ويقصون منها الثوب ويقصون منها اليد يعني بهذه الطريقة ويخيطونه. بس تراوي الجماعة على الكاميرا يخيطونه حتى ما يخيطونه كله يعني تحت ما يخيطونه واليد واليد ما يخيطونه يخلونها شكل لأنه يقولون أسهل حق الطفل وأحسن. بعدين هم أول بعد عندهم اعتقاد يعني أن كل ما زينت الطفل يمكن أحد يحسده يخلونه على طبيعته وعلى الطبيعة يعني يحطون له خيوط علشان خيوط عشان الرقبة عشان يربطونه عشان الفتح حال المرض وهالشكل بس ألوان اللي يبي أبيض اللي يبي أحمر اللي يبي لكن كله من الخلق الململ اللي هو النوع وفي ألوان يعني في الأصفر وفي الأزرق وفي تحت نعم ألوان منها ما علي أم يوسف طبعا حق البنيات وذي يختلف الألوان تختلف وعادة الأبيض يكون حق الأولاد حق الأولاد اللي أبيض يا بيج اللي شوي مصوفر يعني اللي مصوفر او اللي هو البني هذه حق الاولاد والبنات لا جميع الالوان الحين ما شاء الله لين لبستوا الياهل اللي هو ثوب العافيه ويا البزر بيرقد ومهدته انزين يده ما تتحرك مثلا او لا فيلم هاد لا فيلم هاد لا ما تتحرك ليش شو تحطونه يمسدون يسوون له يمسدون الولد انزل. اول من تولد الوحده حوالي 40 يوم هذه لازم يمسدون الام ويمسدون الولد كل مغربيه يقومون على الولد يمسدونه بدهن النارين ولا يمسدونه ولن مسدوه خذوه يرتخي العضلات وهذه يرتاح حتى بعد الامهاد وبعدها تحصلين الطفل نام وحتى في اطفال ما ينامون الا لين تمهدينهم لان خلاص تعودوا هم يقولون الاولانيين يقولون ان يقوي اعصابه يقوي اعضامه يعني عقب ما يمسدونه يخلونه يعني يمددون ايديه يمددون رجله يرددون البزر ايوه نعم. وبعدين يمسدونه يكون الرباط المقاط يسمونه يكون بعد من الخلق من الخلق الناعم ويربطونه بين فترة فترة عاد يفتحونه وينظفونه وترضع أمه زين وتلاعبه بعدين وترجع مرة ثانية بعد الصبح مثلا فترة الصبح لا تفتحه تفتح عنا المهاد وتسبحه وتنظفه وتقعد تناقيه وتلاعبه وتخليه شوية وبعدين الضحى تقوم تمهده وهذه وتخلي ينام وتقوم هي الأم حق الطباخ حق الغسال حق خدمة بيت زين الحين اللي صار هي عندها بزر يا أم يوسف وذاك الوقت ما كان في خدم يعني تشوف انت الياهل لما بروح اطبخ ولا شيء البزر ذاك الوقت وين كانوا يحطونه وقت اللي المرأة تشتغل في بيتها كان اول تعرفين البيت فيه اكثر من عائله نعم. البيت فيه يعني مثلا أكثر من الام والابو والجده والجد والعمه والخاله نعم. حمواتهم نسوان الاخوان نعم. يعني تحصلين البيت مو فاضي حتى لو ما كان عندها يعني واحده ما عندها شيء الجيران لان اول الناس مع بعض يعني وكل واحد شايل الثاني يعني ما في بينهم حاجات ولا شيء يعني كل واحد يشيل الثاني حتى مثلا الوحده تبي بتروح ولا عندها شغل ولا طالعه مشوار ولا سوق ولا حاجه وما عندها اهل تحطها بين جيرانها يعني الجيران هم يتحملون بالطفل ويشوفونه ويراعونه لين ترجع إيه لا أنا أقصد لك إذا بالبيت يعني بالبيت في البيت نفسه في البيت إذا إيه بتشتغل بتخبز مثلا لليدة ولا العامة لأن الناس الحريم الكبار تعرفين قاعدين يعني حركتهم قلت وتعبانين شوية من الحركة يخلون عندها الجهال يخلون عند الجهال يقعدون يشوفون انزل. وبعض الأحيان يكون حتى الأطفال اللي هم شوية كبار والبنات اللي ما شاء الله شابات هم يشلون أخوانهم يلعبونهم ويربونهم على المهمة يساعدون أمهم انزين الله يحفظك أم يوسف احنا الحين
عرفنا اللي هي ثياب العافية حق الياهل اللي توه صغير وفي المهاد وفي اللفة على ما يقولون. عقب كذي يعني ابتدى الياهل اللي يمشي، الثوب اللي يلبسه أو الملابس اللي يلبسها شن هي؟ ثياب. إيه بس كان في ثوب الأول اللي هو ثوب الشلحات. نعم. الشلحات هذه مو تلبس في كل الأوقات. مو في كل الأوقات. لا مو كل الأوقات. ايه؟ لها مناسبات. مثلا في شلحات اللي هي يسوونها في الصيف، تعرفين في الصيف أول لا ما في مراوح ولا في مكيفات. نعم. ولا في شيء. نعم. يسوون الشلحات من الململ. ايه؟ ومن الويل اللي هو الخلق الناعم. يعني ما كان يلبسون الشلحات في كل وقت؟ لا مو كل وقت، يلبسونها في المناسبات ويلبسونها في الصيف. في الصيف اللي هي يسوونها من الململ الخفيف، عشان الرجال يلبسون تحتها الوزار ويلبسون تحتها مقصر اللي هو القميص بس واسع وفضفاض، ويلبسونها تحت هذه لان هذه بدل خفيفة. الفانيلة يعني. بدل الفانيلة. نعم. وزار، وبعدين عشان ملابس فضفاضة تساعد في التبريد يعني. أي. ما يحسوني. أي. وفي يلبسونها في المناسبات شوية تكون امتن، في مثلا حق العرضات وحق الاعياد وهذه. نعم. هذه يسوونها من الخلق اللي هو الخلق اللي شوي امتن الشال. والياهل نفس الشيء ملابسه شكل ملابس الرجال؟ الجاهل ملابسه اللي يسوونها اذا في مناسبات بعد يلبس شو اسمه الشلحات. يلبس الشلحات. واذا بعد في مناسبات يلبسون الدقله. اي بعد الدقله هذه حق وقت الشتاء. الدقله هذه كانت يسوونها من الجوخ، بس الحين غيروها، الحين صار الخلق تغير اول. من الجوخ، وهي الدقلة عادة حق الناس اللي هم الأعيان والشوخ والأمراء. نعم. ولا يلبسونها وعادة في المناسبات بعد. في الأعياد، في الزواج، في الأزرة. أم يوسف اللي كانوا يستخدمونها هني حق الثياب، تذكري إذا كان من خلق ولا من خلق تلبيسة؟ من خلق. من إيه؟ تلبيسة. إيه؟ من نفس الخلق. إيه؟ مال الثوب. إيه؟ يسوونه. يسوون تحت يسوون مثلات الكورة. إيه؟ من خيوط القطن. إيه؟ ويلبسونها تلبيسة من نفس القماش من مال الخلق. إيه؟ هذه. إيه؟ ولهم طريقة شكل يلفونها. إيه؟ يسوون هذه قبل ما تجي الأزرة. إيه؟ قبل وبعدين ما جات الأزرة بألوان وهذه. نعم. تراوينا الله يحفظك ثوب اللي هو الشلحات، مو هو الثوب القطري أم يوسف؟ لا، الثوب القطري يختلف عن الشلحات. شلون؟ الثوب القطري لأن الشلحات يده هذا هو يده شوية لها قصة، يده شفت شلون يده مثلات المثلث. إيه هذه مثلات الجنحات. إيه مو هو الثوب القطري؟ لا، شو يختلف عنه؟ يختلف لأن الثوب القطري ثوب القطري أبيض يا في الشيء يلبسون الصوف. معليش خلينا بس في الشكل. هذا الثوب القطري. اليد اليد عادية يعني ما اختلف وايد عن الثياب العادية. الخبر الأول الثياب ما فيهم هني رفعة صح؟ ما فيهم أبة. أول سيدة. سيدة كذي قصة ووي فيها. وبعدين جاء الكرر اللي هو المثلثات. إيه؟ اللي الاثنين. إيه؟ وبعدين هو يختلف ترى من منطقة لين منطقة، يعني مثلا في البلدان الخليج الثانية يختلفون. إيه؟ من لا طبعا هذه. إيه؟ الحين احنا عندنا اول كان بس فتحة. اول. إيه؟ كان بس فتحة شكل ملابس العافية هذه. أيوة بس. أي مثلات. إيه؟ ملابس العافية. وبعدين جاء الكرر اللي هو اللي شكل على قولتهم السمبوسة مثلثات. أيوة. إيه؟ والحين جات هذه القصة يسوي. إيه؟ لا يسوي. احنا نبي مال الأول. إيش زينة مال الأول بدون شيء. إيه؟ بدون هذه. وهذه ثوب الصوف اللي يلبس في الشتاء. إيه بس. إيه؟ بعد الأول كانوا بعد نفس الشيء. ثياب الصوف كان فيهم تطريزات أو شيء يعني يسوون الشد. إيه؟ يسوون الشد. إيه؟ بالخيوط. نعم. القطن. نعم. الرجال. نعم. إيه يسوون. إيه؟ بعد هذا اللي يبي يعني بعضهم بعض الرجال حق الأطفال يحبون يعني الثوب يكون له شد مطرد، بعضهم لا يلبسون السودة. إيه؟ وهذه الدقلة بس أول كانت من الجوخ. إيه؟ من الجوخ. الحين صاروا غيروها، الحين يسوونها من
مع التطور ومع ذيك كل شيء تغير. ليش نعم. اول انا اول الجوخ يلبسونها بروحها، الحين تعرفين يلبسونها على الثوب. اي تغيرت الحين، سووها شويه خفيفه الحين من الويل. إيه؟ الويل هذه الخلق الويل هذه في منه الوان وفي اللي هي القتر. إيه؟ القتر البيضه. إيه؟ هذه من خلق الويل. إيه الحين لان الله يسلمك ام يوسف يعني الناس ما عاد تلبس هذه الملابس القديمه الا في المناسبات وتحيي التراث، علشان كذي انتشرت في رمضان وفي القرقعان وفي القرقعان نعم. يلبسونها في الاعياد وفي الزواج، الحين صاروا يلبسون الملابس هذه. نعم هذه بالنسبة خلينا نقول حق اللي هي ملابس الريايل. القحافي ولا القتر أم يوسف تغيرت الحين؟ وايد تغيرت. أول ما في إلا غير نوع ثلاث أنواع اللي في القطرة هذه يسمونها قطرة حمراء. إيه؟ الحين يسمونها أشماق. أول يسمونها قطرة حمراء. قطرة حمراء. إيه؟ وهذه إيه؟ القطرة البيضاء. قطر بيضة. إيه؟ وأول سودة تشوفها نفس الشيء هذه، الحين صارت تجي من القشة وتجي. مو من أول كان فيها دقة خبر الأول يابوهم من دول الخليج أو هذه بعدين حتى اشتهروا فيهم. إيه؟ هالكويت اقترهم فيهم دقة وفيهم كراكيش بعدين هذه جات اللي فيها دقة بعضهم تحصلينها صفرة على صفار. إيه؟ وبعض هاي بعدين جات في الستينات. واختار الشال متى كانوا يلبسونه؟ لا الشال كانت قديمة. هي قديمة. إيه حلو احنا نبي القديم. كان الشال الكشميري. إيه؟ يجيبونه من كشمير. إيه؟ كان الشال الأصلي. إيه؟ كم يتم مدته كم قطرات الشال ما تخترق؟ الشال تقعد سنين يتوارثونها من واحد لواحد من الأبو لأن الولد. لا صادقة نعم شفت عند أبوي الله يرحمه. حتى كان أول الناس تعرفين مو بكلهم عندهم القدرة يعني يشترون صح. الملابس الغالية. هي كانت غالية من أول يعني؟ كانت من أول غالية يعني في هذاك الوقت سعرها حتى لو شو اسمه الحين احنا نشوفه مو بغالي بس من اول تشوفونه غالي. كان اول اذا الواحد بيتزوج ولا في عيد ولا عنده مناسبه نعم. وما عنده ما يقدر يروح يتسلف ياخذها من عند رفيجه. نفس الشيء الحريم العبايات ياخذونها من عند صدايقهم ومن عند او الشيخات. اي بنسولف عن الحريم بعد. نفس الشيء البشت حتى البشوت إذا الواحد ما عنده بشت يتسلف من نعم. من عند نعم. إذا بيروح بعرس مثلا ولا إيه؟ بيقابل حد ولا القحافي نفسه اللي الحين لا اختلفت الحين كل حاجة اختلفت. القحافي أول كانت في هذه ما كانت موجودة أول المشخلة هاي أظن إيه؟ جاتنا من الخليج جات نعم. في الستينات إيه؟ المشخلة أول القحفية هذه حتى يجيبونهم من الحج. إيه؟ لين راحوا الحج نعم. يجيبونهم وفيهم اللي هي مثلات هذه بعد مطرزة بعد تطريز هذه تطريز حديث إيه؟ لكن من أول لا كان في تطريز هذه بس شوي يابسة يتروالي هذه الحين صاروا ينشونها وهي صارت يابسة لكن من أول لا هنا هذه حق الأولاد لأن إيه؟ تعرفين الأولاد الشباب نعم. وهذه قبل ما يلبسون العقال والقطرة بالقحافي يحطون عليها القحفية نعم. وبالنسبة حق العقل أم يوسف مسميات العقل تذكرينها؟ العقل في العقل الأسود هذه وفي المرعز اللي يسمونه المرعز اللي هو مربع والفتيلة؟ الفتيلة مدل الأبيض لا حتى الأبيض كان عند المطاوعة أعتقد أو كذي في الكبار يعني إيه الكبار المطاوعة اللي إيه؟ هم حق المسايد إيه؟ بس أذكر كان العقال الفتيلة يعني هذه يمكن تشوفين العقال يابس لا ذاك الفتيل ينفل كذي وأحسن منه حق الشاط مامي ما أدري أنا العقل كانوا يجيبونها من العراق ويجيبونها من العراق ومن سوريا كانوا يجيبونها بس أول أكثر شيء من العراق لأن كانت التجارة بين الخليج وبين العراق كانت والمرعز المرعز هو أي واحد المرعز اللي هو مربع وفي الطبقات اي وفي فواصل مقصبة كذي مذهبة اي بالذهب إيه؟ المرعز بعد مو اي واحد يلبسه يعني حق الحكام والشيوخ والرجال بس احنا قبل عندنا كانوا يلبسونه وايد لا ما كانوا يلبسون ذي او الفتيل يلبسون هذه ويلبسون الابيض إيه؟ الكبار المطار إيه؟ هذه يلبسون ابيض إيه؟ الفتيل اللي إيه؟ هو اللي الين من هذه ومشهور بالكراكيش العقل القطري العقل القطري نعم مشهور بالكراكيش
بس هذه اللي عندك اليوم من اللي هو ملابس الرجال. اي إيه. انزين الحين خلينا ندش الحين على ملابس اللي هي الحريم. قلنا الياهل اول ما تستوي نفس الشيء لبسه ولبس الولد، بس انه الالوان مختلفه، الالوان تختلف. انزين إيه؟ ليه صارت البنيه الله يسلمك الحين حليوه؟ شو اللبس اللي كانت تلبسه البنية؟ قطع الحريم اللي هو بونقطة، وال في مسميات يعني إيه؟ في جلابية، في نفنوف، في دراعة، إيه؟ الأسامي مالته. هو في ثلاث أنواع كان المسميات حق البنية، حق الحريم وحق البنية. نعم. اللي هي اللي الحين يسمونها جلابية. إيه الجلابية. إيه أول ما يسمونها جلابية، أول يسمونها فيشن، تفصيلة فيشن. لجبت لك واحدة قطعة مثلا وقالت لك سويها فيشن، إيه؟ خلاص تعرفينها انها قصتها اللي هي الجلابية اللي احنا عادية يعني اللي هي سيدة. ايه سيدة اللي هي الجلابية هذه. ايه وإذا فيشن. ايه فيشن. واذا قالت لك تحياصة، تحياصة اللي هي مزمومة، اللي منفنفة. ايه مزمومة هذه يسمونها تحياصة. حلا. إيه؟ وإذا قالوا لك مجرحة، أحد يقول مجرح، ليش؟ أحد يقول مبدح. مجرح ومبدح؟ لا بعد تعرفين حتى في نفس البلد يختلف، يعني الحضر غير الأسامي عندهم غير البدو. إيه صح. هل والله احنا تمنينا إيه؟ محمد تكون عندنا عشان نسولف عن وهل الشمال يختلف عن هل الدوحة. لو معانا محمد إيه؟ بعد شوي فادتنا عن ملابس هل البادي. المجرح والمبدح. نعم. هذي شلون مبدح بعد؟ مبدحة ها، شوفها كم من لون، يعني فيها الوان وايد يسمونها إيه؟ مبدحة. مبدحة واحد يسميها مجرحة، واحد يسميها مبدحة، وقصتها تختلف حتى إيه؟ بعضها بعض الأحيان هذه يحطون هنا الأبط. إيه؟ الأبط مثلث يحطونه بعد لون ثاني. إيه هذه أنا شفتهم عندها للبادية. إيه؟ اللي إيه؟ ما إيه؟ يحطونها لون ثاني، والتطريز يختلف، يعني أحد ذهبي أحد أبيض. يعني إحنا لو بتروحين حق الدرزي، الدرزي اللي هو الخياط يا جماعة، لو بتروحين الحين حق الدرزي وبتقولين له سوي لي مبدح ما بيعرف. ما يعرف. كله جلابية. ايه بيقول لك. حتى عيالنا الحين ما يعرفون. نعم. أساميهم هذه الأسامي، أسامي كانت القديمة اللي احنا ماخذينها من جداتنا من أهلنا. نعم. لكن الحين لو بتقول لهم فيشن، لو بتقول لهم مبدح، لو بتقول لهم ما الحين بيسجلون هاي المعلومات. ايه الفيشن والمبدح. ولو بتقول لهم بعد تحياصة ما ايه؟ ما يعرفون التحياصة. معنا الحين تشوفه يا الحين لو رحت المحلات، هذه المحلات الراقية المعروفة، رجعوا ترى عليه الملابس القديمة. شوفي هذه من محلات الحين، المحلات الأجنبية صاروا يسوونها نفس التفصيلة القديمة. إيه. اللي فيها حياصة. إيه. هي هذه. الكويت يسمونها الدراعة. إيه. إحنا بعد نسمى أول دراعة يعني حق كل الملابس. إيه. لكن إيه. كل تصميم أو كل نوع لا اسم معين، بس إن هي دراعة يعني. إيه؟ تلبس مرة واحدة. كلهم دراري. إيه؟ وبعدين يجيش الثوب. إيه الحين خلينا إحنا في الجلابية وفي اللي هو على ما قلتي المبدح. أيوة. إنزين هذه البنت إذا كانت حليوة أو حتى المرأة داخل بيتها. إيه؟ البنية اللي صار شوي يعني انهضت 6 سنين 7 سنين، شو اللي تحطه على راسه مثلا؟ البخنق. البخنق. ايه زين البخانق كلها نفس الشيء ام يوسف؟ اول كانت كلها نفس الشيء، كلها اسود. لا بس هي تختلف. هي كلها الاساس. إيه؟ اسود. إيه؟ سواء كانت العبايه او البخنق. إيه كانت انا اقصد لك الشغل فيها. لا الشغل يختلف. ايوه هذه. إيه اللي احنا نبغى نوصل حسب بعد كل واحد ومقدوره، كل واحد. نعم. يعني كل ما زاد الواحد خيره وزاد فلوسه حصلت العيال البخنق افترش زياده ما شاء الله. فاما إيه؟ بنعمه ربك. اي والله ما شاء الله. يعني اللي ما يعني على قد حال شوف الخط زري ولا زري. خطين واللي ما يقدر ترى فيهم بعد كلش ما فيه
بس خلق أسود. بس خلق أسود. يعني كل واحد. إنزين تروينا قبل البخنق الياهل اللي على الياهل اللي تقولين حق الجماعة شنهو؟ إيه البخنق حق الأطفال الصغار المولودين. إيه في بخنق لا بعد؟ إيه في بخانق وفي كلاهية، بس كلاهية ما حصلت أنا. على إحنا نبي الكلاهية الجماعة يشوفونها. الكلاهية ما حصلتها. على رأس الياهل. هاي بخنق. هذا كله بخانق يسوونها، الكلاهية شوية تختلف. شلون؟ قصتها تختلف. الكلاهية لأنها تجيش مدورة. إيه. وتجيش من فوق قصتها مدورة. ومن مني اي بس شويه ويسوون لها كركوشه. إيه احسن يعني ارقى شويه. إيه لك لا هي ولا البخانه كل واحد يسوي على الحين. هذه بخنق اللي عليه، هذه بخنق ولا كلا هي؟ لا لا هذه بخنق، هذه بخنق وهذه بخنق، هذه بعد بخنق. كل يعني اي لون تبين تسوينه. هذه الامهات يسوونه، لكن لا هي مو باي واحد يقدر يسويها. يعني في حريم متخصصين في الكلاهية، لأن هاي يسوونها من طبقتين ويسوونها من أكثر من لون، مو بلون واحد وشوية. زين الياهل ما يعرف الكركوشة هذه إيش معناها اللي حطوا له الكركوشة؟ يزينونه. بس يزينونه. ما يخافون عليه من الحسد ولا حد تيه عين؟ شو يسوون بعد في الأعياد وفي هذه، ولا مرايحين مكان ولا حاجة؟ إيه؟ تعرفين إيه؟ والثياب نفسه حق البزر، حق إذا ما توى يعني شهر شهرين ثلاثة ثوب العافية. إيه ثوب. وإذا شوية كبر أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور، لا قاموا يحط يسوون له الفيشر. إيه؟ اللي هو التطريز. إنزين خلي الياهل ونخلي يمك هني ونتكلم عن البخنق. كنا في البخنق. قربلة لا البخنق حسب بعد البنات القماش يعني بعض. والقماش القماش اللي هو القماش اللي هو الناعم اللي هو يسمونه الجرجيت. ايه قماش الجرجيت. ايه 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 الجرجيت. يعني من اول هذه خلق ال وسوونا من التور بعد. ايه من نفس التور هذه. إيه؟ بعد يسوونا. زين هني الله يسلمك الدقه اللي هي الزري او حتى المنقوشه على كبر البخنق. الزري كانوا يسوونه في الدوحه يعني في قطر ولا يجيبونه من برا؟ لا كانوا يسوونه من الدوحه، وبعضهم يسوون له بعد مثلات الهلالي. الزري هذه يجيبونه من الهند. إيه؟ إيه لكن بعد إذا أحد سافر الهند وراح الهند بعد يجيبون يودون قطعة ويفصلون. إيه؟ منهم هناك ويجيبونهم يبيعونهم الهند. إيه؟ يبيعونهم على هالقطار هنا. يبيعونهم على يجيبونهم صوايق حق. إيه؟ بناتهم حق أهلهم. إيه؟ لأن دقات الهند شوية أرقى. أرقى نعم. إيه؟ نعم شغلهم هذه. إيه؟ التطريزات والشغلات هذه. أخبر كان في السوق الأول أم يوسف يقعدوا يسوون الزري يدقونه بحصاء او بشيء. ايه بحجر. ايه بحجر. ايه بحجر. حجر هذا. إيه الحجر من ال شو الهدف من ان هم يدقون الزري؟ علشان يصير يلزق اكثر. إيه؟ يعني ما يتطاير ما يتطاير. إيه؟ وبعدين اللمعه تخف. إيه وبعدين يصير السماء ما في بارز، يصير السيده يعني ما في مكان يكون ارفع من المكان. إيه الثاني. إيه كله يكون نفس يكون المستوى. نفس المستوى. إيه الزري. إيه بالنسبه حق الزري هذه بالنسبه حق البنيه اللي صارت شوي عمرها 6-7 سنوات تقريبا. إيه إيه او حتى من 3 سنوات يعني حتى لين 12 سنه لين تعرس البنيه. إيه وهي تلبس البخنق. 14 سنه وهي تلبس البخنق. إيه حبايبي على قولتهم ازف الوقت يعني وقتنا احنا اليوم حق الحلقه هذه خلص. والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه وان شاء الله متواصلين معاكم من البيت القطري والملابس والعادات والتقاليد والمطبخ. القاكم ان شاء الله الحلقه الجايه وحين اقول لكم مع السلامه.